Dear students, you are welcome in the Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is Units of Length. Make sure to subscribe to our channel for more lessons and don't forget to activate the bell to stay notified. The objectives of our lesson are: first one, how to use appropriate units for measuring some length and distances. Second one, how to convert between units of length. Now, length. Before we start with the length and the units of the length, خلينا نتذكر شو حكينا بالإنجاج. بالإنجاج عملنا ريفيجن للمليمتر، للسنتيمتر، للمتر، للكيلومتر. سو عملنا ريفيجن لليونتس مليمتر، متر، سنتيمتر، كيلومتر. طبعا بالإنجاج ما كان الهدف أنا أرجع أشرح شو انت بستخدم المليمتر او انت بستخدم المتر او انت بستخدم السنتيمتر، اكيد لا، كان هدف نعمل ريفيجن لليونتس اللي احنا اخذناها ان جريد 3 وتعلمنا ان جريد 3 كيف نستخدم المتر والمليمتر والسنتيمتر والكيلومتر، فلهيك كان ضروري نرجع نبلش نعمل ريفيجن لإلن قبل ما نفوت ان ديتيلز بدرس اليونتس اوف لينث ونتعلم كيف بنعمل كونفيرت. ناو ليتس ستارت وذ ذا لينث. Length is the distance between two points. So length is the distance between two points. Or it tells how long or width an element is. So هو المسافة بين نقطتين أو بورجيني قديش طول الشيء أو عرض الشيء اللي أنا عم بقيسه قدامي. فلهيك حأستخدم units معينة لكل شيء حسب اختلاف الأحجام. Examples. First one. This shape is called guitar. So هون عم بقدر بدي أشوف the length of a guitar. Second example, coin. This shape is called coin. هون بدي أشوف the width of coin. عرض الكوين or ارتفاع الكوين. فلهيك بدي أقيس الكوين بشيء اسمه مليمتر لأنه هو كتير small object. Small object. فلازم أستخدم small unit واللي هي مليمتر. Now, units of length. For short distances, we use millimeter, centimeter, decimeter. While for medium distances, we use meter. So, للمسافات القصيرة حنستعمل millimeter, centimeter, decimeter. وللمسافات المتوسطة حنستعمل الميتر. While for large distances we use decimeter, hectometer and very good kilometer. كنا بنعرف انه اكبر يونت هي الكيلومتر واصغر يونت هي المليمتر. طبعا بنستنتج ان انا عندي مسافات قصيرة بنستخدم لها 3 units مليمتر سنتيمتر decimeter، وعندي مسافات كبيرة بستخدم لين ديسيمتر هكتوميتر كيلومتر، وكمان بستخدم للمسافات المتوسط الميتر. طبعا بنلاحظ انه الميتر هي الوحدة اللي بتفصل بين الشورت ديستانسز واللارج ديستانسز، والبعض بسموها هي وحدة القياس الأساسية. سو لازم نكون عارفين انه أنا عندي 7 units of length. حنعيد سوا 1 مليمتر، very good centimeter, decimeter, then meter, 5 decimeter, decameter, 6 hectometer, 7 kilometer. So millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer, kilometer. So عندي 7 units of length. وكل unit وقسمناهن يعني في 3 units for short distances، في 1 unit for medium distances and 3 units for what very good for large distances like kilometer بنستخدمها قلنا للمسافات between countries. يعني اذا بدي اقيس المسافه بين بعلبك وبيروت بستعمل شيء اسمه كيلومتر، والهكتوميتر والديكوميتر بنستخدم للاراضي ونقدر نقيس مساحه ارض او ملعب etc. So we have
7 units of length: millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer, kilometer. Now, conversion. طبعا شو المقصود conversion؟ المقصود بconversion كيف حول من unit لunit، كيف انتقل من unit لunit. نتخيل احنا هالسبن units هن سبع درجات موجودين عندي بالبيت. درج عندي اياه تطالع على السطح مكون من سبع درجات. اصغر درجة فيه حتكون المليمتر، واكبر درجة فيه حتكون هي وات very good الكيلومتر. والمطلوب كيف in mathematics حتنقل بهالدرج، كيف حاطلع بهالدرج. اذا بدي انزل نزول على الدرج شو المفروض اعمل in mathematics، اذا بدي اطلع اطلوع على الدرج شو المفروض اعمل in mathematics، اذا بدي اتنقل من درجة لدرج شو المفروض اعمل، اذا بدي اتنقل من درجة وانط على درجة تاني او على درجة تالت شو المفروض اعمل. So let's start. If we move from kilometer to millimeter, we use multiplication technique. So إذا بدي انتقل from kilometer to millimeter, we use multiplication technique. So if we move from left to the right, we use multiplication technique. يعني إذا أنا عم بنزل نزول على هالدرج بدي استخدم multiplication technique. And if we move from kilometer to hectometer, we multiply by 10. If we move from hectometer to decameter, we multiply by 10. If we move from decimeter to centimeter, we multiply by 10. Because of what? Very good. لأنه عم بمشي one step. So إذا أنا عم بتنقل على الدرج بس خطوة واحدة فبضرب بتن. So if we move from kilometer to hectometer, we multiply by 10 because we move one step only. So بس لأنه مشيت خطوة واحدة حأضرب بتن. But if we move from meter to centimeter, we multiply by 100 because we move two steps. First step we move from meter to decimeter. Second step we move from decimeter to centimeter. So مشيت خطوتين. So we multiply by 100. And if we move three steps, we multiply by 1000. And if we move four steps, we multiply by 10,000 etc. So بزيد zeros حسب عدد الخطوات. So بلش بتن لخطوة واحدة. بعدين بصير زيد زيرو اذا مشيت خطوتين صار عندي 100. بسرعة برجع بزيد another zero اذا مشيت 3 steps so صار عندي 1000 etc. But if we move from left to the right, يعني from millimeter to kilometer, يعني من الصغير للكبير, we use division technique. So if we move from right to the left, we use division technique. So if we move from right to the left again, we use division technique. يعني إذا مشيت من الصغير للكبير بستخدم تقنية القسمة، وإذا مشيت من الكبير للصغير بستخدم تقنية الضرب. ونفس الشيء اللي كنا عم نشرحه لما كنا عم نمشي from left to the right، يعني من الكبير للصغير، قلنا إذا مشينا step one step we multiply by 10، وإذا مشينا 2 step we multiply by 100، وإذا مشينا 3 steps we multiply by 1000. كمان نفس الشيء if we move one step we multiply if we move one step we divide it by 10، and if we move two steps we divide it by 100، and if we move three steps we divide it by 1000. So if we move from millimeter to centimeter, we move only one step. So we divide it by what? Very good, by 10. But if we move from meter to hectometer, we divide it by what? Excellent, by 100, because we move two steps. First step from meter to decameter, the second step from decameter to hectometer. يعني بالمختصر لازم نكون حافظين ترتيب اليونتس: مليمتر، بعدين بيجي سنتيمتر، then decimeter، meter، decameter، hectometer، kilometer. ها first condition نكون حافظين ترتيب اليونتس. بعدين نكون عارفين إذا مشيت from left to the right، يعني من الكبير للصغير، بدي استخدم تقنية الضرب. وإذا تحركت خطوة واحدة بضرب بـ 10، وخطوتين
we multiply by 100, three steps we multiply by 1000. انتو اكتر اشي بيجي معاك تضربوا by 10 or by 100 or by 100. ولازم نكون عارفين if we move from right to the left we use division technique او نفس الشيء step one step we divided by 10 two steps we divided by 100 three steps we divided by by 1000. So ما في ما حن منا صعب المسألة نكون حافظين ترتيب اليونتس من الصغير للكبير ونكون عارفين اذا تحركنا من الصغير للكبير بقسم واذا تحركنا من الكبير للصغير شو بدي ساوي. Very good. بالعكس بدي أضرب. وإذا تحركنا خطوة بضرب أو بقسم بعشرة وخطوتين بضرب أو بقسم بمية و three steps we multiply or divided by 1000. Any question? Excellent. So this is a conversion matrix. Now examples of this conversion. First example. المطلوب نعمل convert from 4 decameter to meter. يعني حنحول ال 4 decameter to meter. So we should to convert 4 decameter to meter. So نتطلع على ال units of length على الماتريكس اللي قدامي. المطلوب حول من decameter لمتر. So لازم أكون عارف decameter لمتر. أكون عارف إنه المتر مين بيجي وراها دغري؟ الديكاميتر. طبعا انا هلا حاطط لكم الماتريكس قدامكم، انتوا لقدام ما حيكون قدامكم بالاكزام، انتوا لازم تكونوا حافظينه لتقدر تحوله. سو ححول من ديكاميتر لميتر، يعني وي موف فروم ليفت تو ذا رايت، وي موف فروم ليفت تو ذا رايت اند وي موف 1 ستيب. سو وي موف فروم ديكاميتر تو ميتر، سو وي ملتيبلاي باي وات؟ Very good. We multiply by 10 because we move from left to the right and we move one step only. So we multiply 4 by 10. So 4 times 10 is equal to what? Very good. Is equal to 40. So equal to what? Is equal to 40 meter. So the answer is equal to 40 meter. Second example. المطلوب اعمل convert ل 300 متر to كيلومتر. يعني المطلوب اعمل convert ل 300 متر to كيلومتر. انا بدي احول ل 300 متر لكيلومتر. سو بنطلع حامشي from what to what. Very good. From meter to kilometer. So we move from right to the left. So we use what? Excellent. We use division technique because we move from right to the left, from smallest unit to the largest unit. So حانت حانت حامشي من الصغير للكبير. بهالحالة بستخدم division technique and we move how many steps? Excellent. Three steps from meter to kilometer. We move three steps from meter. To decameter, first step from meter to decameter, second step from decameter to hectometer, and the last step from hectometer to kilometer. So first step from meter to decameter, second step from decameter to hectometer, third step from hectometer to kilometer. So we divided by what? By 100? No, very good, by 1000. So we divided 3000 by sorry we divided the 300 by 1000. So we divided the 300 by 1000 is equal to what? Very good. Is equal to 0 and 3/10 kilometer or 0.3 kilometer. So 300 divided by 1000 is equal to 0.3 kilometer. سو بنلاحظ انه احنا من دون ما نكون حافظين الconversion matrix ما فينا اقدر احول او اقدر احول number from unit to unit. وهيك انتو بيجيكوا بالexams تعملوا convert لnumbers from unit to unit. يعني ممكن يجيك convert 40 كيلومتر
to hectometer, convert 4 millimeter to centimeter, مثل الاكزامبلز اللي حليناهن. فلهيك ضروري ان تكون متمكنين من الconversion matrix. Any question? Very good. Thanks for watching. If you like this lesson, make sure to subscribe to our channel for more, and don't forget to click the bell to get all the updates.